لك اسم كبير كابتن فتحي، وده اللي احنا بنقوله. لا دي حقيقه يعني بصراحه، ولكن انا فاضل 3 دقايق عايز اروح مع حضرتك بقى لفكره هنا الاصابه اللي جات لك، لان عمر حضرتك في الملاعب ما كانش طويل، لكن المسيره كانت طويله طبعا لحد هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها. بس عايزه اروح مع ذكريات برضو الاصابه وشعور حضرتك وقتها كان ازاي، وتحكي لنا اكتر عن الفتره دي. هي فتره يعني هقول صعبه ومش صعبه طبعًا. بعدها يعني بعد السنين يعني في ودني دلوقتي الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، استاذنا الفاضل مدربنا ورئيس النادي الاهلي السابق، لما قال لي انت خلاص مش هتلعب كوره فانت تروح تدرب. بس كانت ازاي على حضرتك لما سمعتها انت مش هتلعب كوره؟ دي وحشه، دي اكتر حاجه ممكن ان هي تضايق اي لاعب. ده هي دي ده دي اكتر حاجه بشعه يعني. ما هم اتنين قالوها لي، كابتن عبد الصالح وهيدي كوتي. هتقول طب ايه اللي جاب هيدي كوتي وانت كده بقيت مدرب؟ كابتن عبد الصالح قال لي انت مش هتلعب لان الاصابه حصلت في الركبه. وبعدين احنا دلوقتي الرباط الصليبي بيقعد 9 اشهر بالعلاج. احنا زمان لا في علاج ولا في اي حاجه، طبعا غضروف ما فيش، طبعا حط رجلي في الجبس وابره عشان يسحب يعمل بذل دي يعني يشيل الورم اللي هو كده بالدم، ويرجع تاني يحط جبس ويرجع تاني، فالرجل خلاص انتهت تدمرت. فما بقتش يعني خلاص هعمل ايه؟ فقدر. وانا كنت همشي في التحكيم ودرست تحكيم وكده، لكن رحت اشتغل لما بدات في التدريب. وجيت بقى قصه نفس القصه اللي حرمني اكتب انا هو يعني مش هتلعب يعني مش هتلعب دوري لكن ممكن العب كوره. فانا بلعب في فريق الشمس، كنا عندنا في النادي فبنلعب فريق الشمس، فلاقيه واروح اخد دش وابدا اعد. كنت مع الفريق الاول مع هيدي كوتي، فهيدي كوتي لقى وش احمر وجاي وباخد دش، هو يتكلم عربي مكسر كده، قال لي ابنه انت في ايه؟ قلت له لا انا ولا حاجه بغسل دوش. بتاخد دش ليه؟ انت العب؟ قلت له انا العب. قلت له لا. قال لي انت العب مع يعني الشمس؟ قلت له قال لي انت مجنون؟ قلت له انا مجنون؟ ليه يا خواجه بتقول لي كده؟ قال لي انت ممكن كسوره رجل، انت ممكن مش درب خالص. لكن هم ممكن كسوره رجل هيروح يقعد في المكتب بتاعه ويشتغل. يعني ان كل اللي بتلعب معاهم دول موظفين و اداريين يعني. يعني لا يعني الناس لهم اماكنهم مش عايزين صحتهم. لكن انت لو لعبت واتكسرت انت طبعا خلاص لو اتكسرت يبقى مش هتدرب.